أيضا وردنا خبر من أمريكا بإطار متابعتنا لمبدعين من لبنان بعد إلي صعب وجورج شقرة. اليوم إجا دور المصمم اللبناني للأزياء الرجالية نمر سعادة اللي وصلتنا الأخبار منه وعنه، حيث وصل إلى هوليوود ولبس أهم نجومه من تصاميمه الفريدة، حيث اختار كل من المغني أدم لامبرت وسلاش وتونيكس تيبون من تصميم نمر سعادة لارتداء على الجادة الحمراء بمهرجان جوائز أنويل جرامي أوردز.